عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج فيت فطوم. معايا انا فاطمه الجاوي. اذا كانت المره هذه اول مره تشوفوني فيها فلا تنسوا تروحوا تشوفوا البرومو عشان تعرفوا ايش الحكايه، وتشتركوا في القناه مره واحده وتضغطوا زر الجرس عشان تجيكم تنبيهات حلقات كل اسبوع. تمرين هذا الاسبوع تمرينات شويه مختلفه عن اللي تعودنا عليها في الحلقات السابقه، والسبب انه تمرينات الاسبوع تدعي انها تركز على منطقة محددة في الجسم اللي هي الكور او عضلات البطن. نيجي لكلمات الاسبوع. تورسو او كور اقرب كلمة لهم في اللغة العربية اللي هي منطقة الجذع الامامية، او احنا نقول لها بالعامية البطن، وهي تتكون من اربع عضلات رئيسية بذكرها لكم من برا الى جوا. external oblique واللي هي تجي مايلة لتحت، بعدين عندنا الريكتس ابدومينس اللي هي تجي من الجذع علينا المثانة تحت واللي نشوف فيها تقسيمة السكس باكس، بعدين عندنا الانترنال اوبليك واللي هي تجي طالعة لفوق، بعدين عندنا الترانسفيرس ابدومينس واللي تجي بالعرض. تعالوا نشوف في الفلوك التمرينات اللي تدعي انها تقوي منطقة الجذع او البطن. ويا صباح الخير، عندي ما عدت عندكم اول مره اسوي تمارين كور في كلاس تمارين كور في الجامعه، فاليوم مقتدو نقوم سوا. تعالوا معي. سويت شولدر داي وجربت تمارين جديدة، وتعرف لما تدرب تمارين جديدة العضلة كده. المهم اليوم عضلات كتفي مرة توجعني، وكانت غلطة صراحة اني سويت وكتفي توجعني. كان المفروض اسوي ستريتشز اكتر او اني اريح. وحاجة تانية كمان، رقبتي مرة كانت شادة، مرة متنشنة وما سويت لها تحمية كفاية. فهذه حاجتين اتعلمتها اليوم، الكتوف لازم تكون تمام والرقبه كمان. يا اوكي، في معلومه حابه تكونها ويمكن تغيب عن اذهان الكثيرين من اللي مارسوا الرياضه. من قراءتي وخبرتي ودراستي في عالم الفتنس، الكور او منطقه البطن هي من اكثر الاماكن اللي ممكن تشاركها في كل تمرين من التمارين اللي تسويها. تقدر تشتركوها في تمارين الجسم اللي ممكن تسويها في السكوات وفي البوش اب، ممكن نشركها في تمارين المكاين زي عندنا الفلايز، وممكن تكون ايضا في تمارين الكيبل زي البول داون. هذا بس مثال، وفي امثله مره كثير ولا حصر لها من الرياضات اللي تشتركوا فيها الكور وتحسوا بالكور معاكم في خلال التمرين. الى هنا اكون وصلت معاكم لنهايه الحلقه. اذا عجبتكم الحلقه لا تنسوا لايك وتشاركوا الحلقه مع اصحابكم وبارك حيل سبيل زيكم. اكتبوا لي تحت في الكومنتات اذا كنتم من النوع اللي تركزوا جدا على تمارين الكور خلال تمارين الكور لحالها او خلال التمارين عامه.
لا تنسوا شاركوني تجاربكم على الهاشتاجات على تويتر وإنستغرام. أشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.